حس قلبي يدق بس من الخوف. 90 ساعة تلفزيونية رمضانية ستقدمها يو تي في إلى مشاهديها في سعيها المتواصل لتقديم كل ما هو جديد وهادف. أيام معدودات تفصل الأسرة العراقية عن دراما تلفزيونية مرموقة بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم الفن العراقي. وطن وقصة وعالم الست وهبة. 3 مسلسلات تستعرض حكايات حب وأبطال خارقين وقصصا تلامس الواقع المجتمعي في البلاد بتقنيات تستخدم لأول مرة في العراق. تدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل وطن عن عودة البطل الخارق الذي خرج من رحم الحب والحرب ليجسد الفانتازيا العراقية الطموحة لإنهاء الظلم والعنف والفساد في البلاد. أنا وطن. أما مسلسل قصة فيجسد حكاية حب معقدة لفتاة تمتهن صناعة الخبز وشاب موهوب بلعب كرة القدم يسكنان في المناطق العشوائية يواجهان ظروفا قاسية ومفاجآت لا يمكن تخيلها ليضعهما القدر أمام أصعب الخيارات. وبعد أكثر من ربع قرن يعود عالم الست وهيبة ليكمل قصة عوالم مسكوت عنها في العراق ضمن الجزء الثاني من الدراما. حقق الجزء الأول منها نجاحا ساحقا ما تزال أصداؤه تتردد بين الجمهور العراقي حتى الآن.